الجهوية للممرضين وتقني الصحة بجهة رباط القنيطرة، جات في ظل الظروف الشغال صعبة في ظل نقص الحاد الموارد البشرية، فهنالك اليوم حوار يقع بوزارة الصحة، ونتمنى غالبا أن لا يتم التفاف حول مطالب الممرضين وتقنية الصحة، أهم هو الإنصاف والتعويض على الأخطار، إخراج مصنف الكفاءات والمهن، وإدماج الخريجين المعطلين. عبد الله بسام، هذه الوقفة هذه جات استجابة للبيان الوطني الأخير اللي نص على وقفتين جهويتين، وقفة جميع ربوع المملكه، وقفه يوم 17 شتنبر ووقفه يوم 24 شتنبر. هذه الوقفه هذه جات استمرار لبرنامج النضال اللي دام 3 سنوات. هذا البرنامج هذا حاليا جاء تزامنا مع جلسات الحوار الاجتماعي بين النقابات ووزاره الصحه، حيث اننا نرى ان المخرجات وما يروج حول هذا الحوار لا تلبي لطموحاتنا في تحقيق ملفنا المطلبي. الملف المطلبي اللي كيتكون من 6 مطالب اساسيه، على راسها انصاف التعويض على الاخطاء المهنيه. التعويض على الاخطاء المهنيه اللي بانت الضروره والاحقيه ديال الممرضين فيه، خصوصا في هذه الجائحه هذه، لان الممرض حسب منظمه الصحه العالميه هو اللي تيقدم اكثر من 80% من الخدمات العلاجيه، اذا فهو اكثر التصاقا بالمريض، اذا اكثر هو اكثر عرضه للخطر من اي فئه اخرى تنتمي لوزاره الصحه.